مش احنا اللي نخاف. استعراض قوة المسلم قدام العدو من افضل الاشياء اللي تعملها. افضل شيء تعمله انك تستعرض قوتك، انك تجيب سفن، انك تجيب طيارات، انك تسلح نفسك، انك تبقى اقوى انسان في المنطقة عشان ما حدش يطمع فيك، عشان تجيب حاملية طائرات، عشان تجيب حاملة تضرب لك صواريخ من تحت المية. لازم تبقى قوي. ده ربنا اللي قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ألا إن القوة هي الرمي. ألا إن القوة الرمي. إنك تعلم ابنك وبنتك وجيشك تعلمهم إزاي يبقوا أقوياء وتدربهم وتسلحهم من قوة ومن رباط الخيل، هي اللي هي السفن والطيارات والصواريخ والدبابات. لازم أظهروا قوتهم قدام العرب. عرفت العرب بأن فيه قوة، عرفوا بأن فيه جيش إسلامي، عرفوا بأن فيه ناس بتخوف. لازم عدوك يخاف منك، لازم عدوك يعمل لك 100 حساب. لو أنت ما تسلحتش النهاردة هتتاكل وسط الناس، هتضيع وسط الناس. الدنيا كلها أحاطوا بك من كل ناحية زي ما أحاطوا بالصحابة من كل ناحية. هتفضل واقف مكتوف، يبقى هتنهزم. لازم تسلح روحك، وهي اللي بتعمله مصر واللي بتعمله أي دولة عربية مسلمة عارفة حقوق الدين وعارفة إزاي تحمي نفسها وبتطبق شرع ربنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف إزاي تحمي نفسها، تعرف إزاي تحمي شعبها وأرضها. مش الشعب اللي أهم حاجة عنده أوظف ابني، أهم حاجة عنده أكل وأشرب الحاجة غليت. لا، فيه أصعب من كده بكتير. فيه أمور ما بنتخيلهاش، في حاجات ما نعرفهاش، في حاجات النهاردة لو ضعفت لحظة لا هتلاقي مية تشرب ولا تلاقي لقمة تاكلها ولا هتعرف تعيش في أمان. هتمسك عصاية وتقف زي زمان، تمسك عصاية وتقف على أول الشارع زي زمان. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. خرج الجنود بني لحيان وتحصنوا في الجبال، فتبعهم جند الله ولكنهم لم يعثروا عليهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث 14 ليلة خارج المدينة منتصرا ظافرا مظهرا قوته أمام الناس. وهذا ما نراه الآن، وهذا ما تعيشه مصر الآن، وهذا ما يجب أن نعيشه نحن الآن. يجب علينا إظهار القوة، إظهار الجأش، إظهار البطش. طالما إحنا عندنا ده كله لازم كل يعمل حساب ليك، ودي سنة على النبي عليه الصلاة والسلام. هو اللي أظهر ده قدام الناس، وهو اللي عرف الناس بكده. كانوا في الأول بيقعدين في المدينة يصدوا العدوان، لما تمكنوا رجعوا يجيبوا دم إخواتهم، دم الشهداء اللي راح ده جابوا حقهم، عرفوا يجيبوا حق الناس، حق إخوانهم. لما قالوا ما نطلع لبني لحيان عشان نجيب حق إخوانكم، الكل قال نعم، وهو ده المطلوب منكم. يوم 25 يناير ده عيد الشرطة المصرية، احتفال بالشرطة المصرية بس، ما فيش لا ثورة زفت ولا ثورة ودي نكسة. هنقول احتفل بثورتين، هي عيد الشرطة ما فيش غيره. إنما يناير ده عمره ما كانت ثورة ولا هتبقى ثورة. واللي بيقول عليها ثورة بيكره مصر، واللي بيقول عليها ثورة دي كانت ثورة ناس جعانة، دي ما كانتش ثورة. لعنة الله على أصحابها، وغضب الله على من قام بها ومن أسس إليها. قعدنا 3-4 سنين نسدد في الديون بتاعة يناير، قعدنا لحد النهاردة 180 مليار بنسدد فيهم في خراب يناير. عربيات اللي اتحرقت والاكسام والمستشفيات والمحلات اللي اتسرقت والدنيا دي كلها، دي لحد النهاردة 180 مليار واكتر من 1000 شهيد وجريح بسبب الثورة اللي بيقولوا عليها نكسة. لا يا اخوانا، احنا هنحتفل بالشرطة المصرية اللي حمتنا وحمت الثورة هي وجيشنا. هنحتفل برجال الشرطة اللي وقفوا في ظهرنا،
اللي وقفونا لحد النهارده، اللي كنا في يوم من الايام العسكري الغلبان كان بيخاف يلبس المير ويمشي بيه في الشارع. احمدوا ربنا ان ربنا ردي لكم قوتكم تاني ورديتوا تاني وعشتوا في امان تاني. 25 يناير دي احتفال بالشرطة المصرية بس، غير كده مفيش. وسبحان الله اظهار القوة واظهار الجأش والبطش لازم يظهر في اليوم ده قدام الناس كلها عشان العالم كله يعرف قوة شرطتنا، يعرف قوة جيشنا، يعرف قوة مصر. غزوة بني الحيان كانت لإظهار القوة وإظهار المسلمين من هم. لازم العالم كله يعرف برضو مصر من هي. لازم كل اللي عايز يتآمر على مصر يعرف قيمة مصر. لازم يعرف أن دي بلد ما بتخافش من أي حد، وعمرها ما تدي رأسها إلى مشرك، وعمرها أبدا ما تغمد سيفها طالما في حق، ويعرف بأن مصر لها رجال يحموها ولها شباب يحموها في الداخل وعلى الحدود. لازم يا أخوانا الشهيد والشهداء لهم مكان عند ربنا، وأهلهم لهم مكان عند ربنا. ربنا كرم الكل وإحنا يجب علينا نحن نكرمهم. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا وحكومتنا وشعبنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، أن ترحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، وأن تغفر لنا جميعا يا رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله، واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.